باري لرئاسة الجمهورية لولا؟ أخ علي، يعني أولا تصحيحا للمعلومات، حقيقة أي النظم، يعني النظم الانتخاب في النظم البرلمانية، النظام الانتخابي يحدد شكل الحكومة. عندنا بعض الأنظمة الانتخابية التي تفرز أو تؤدي إلى حزبين، أحدهما يملك مقاعد أكثر من 51%، فبالتالي تكون حكومة الأغلبية، وهو الحال على سبيل المثال في بريطانيا، في اليابان. نظم انتخابية أخرى لا يؤدي، هناك تعدد في البرلمان، تعدد حزبي في البرلمان. عندنا إيطاليا، عندنا ألمانيا، عندنا فرنسا، وهكذا. هذه البلدان طبيعي تكون الحكومة حكومة ائتلافية. النظام الانتخاباتي في العراق هو عينه، يعني النظام الانتخاباتي في العراق يؤدي إلى تعدد الأحزاب في البرلمان. أستاذ جبار سألكم، قال شنو الاختلاف اللي راح يكون بقضية الأغلبية اللي اليوم يصير بها الديمقراطية مثلا قريب إلى صدرين عن باقي الحكومات اللي مضت اللي عشناها وشفناها؟ أخ علي، أخ علي، إذا تسمح لي، كمبدأ يعني ما عندك طرف يقصي طرف. المصوت في الانتخابات هو الذي يقصي الأطراف. بتصوري تشكيل حكومة عراقية بشكلها الحالي هو ليس إقصاء لأحد. الناخب أقصى بعض الأطراف من خلال الأصوات المحدودة له. أعود إلى سؤالك، بتصوري المهم في رئيس الجمهورية العراقية، يعني هو حامي الدستور، وحامي الدستور يجب أن يكون شخص مستقر. الإنسان الغير مستقر لا يستطيع أن يعمل على الاستقرار في بلد معين. بتصوري الشخصي، هذا رأيي الشخصي، شخصية السيد برهم صالح شخصية غير مستقرة. هو يوم مع مجموعة، يعني داخليا داخل الاتحاد الوطني، هو يوم مع مجموعة المكتب السياسي، يوم آخر مع مجموعة بافل، مع مجموعة أخرى، يوم يشكل حزب يتحدى الاتحاد الوطني. عراقيا أيضا السيد برهم صالح لم يكن عنصر استقرار. بالمناسبة برهم صالح هو أول من حث المالكي في استخدام القوة ضد قوات أقليم كردستان. هذه 2012 في لقاء للسيد المالكي مع قناة دجلة. بالمناسبة تابعت القناة أو رأيت اللقاء مرة أخرى قبل يومين فقط. إذا يعني عندك الشخصية غير مستقرة. عندما كان إلى منصب بنائب لرئيس الوزراء في وقتها؟ نعم 2012. أي؟ 2012، يعني اختصار الكلام، السيد المالكي ينادي أو يطلب السيد برهم في مكتبه، هذا ما جاء في اللقاء، يناديه إلى مكتبه في موضوع البترول النفط في كركوك. آخره السيد برهم صالح يقول امنعهم. قل كيف امنعهم؟ يقول امنعهم بالقوة. يعني هذا قصدي، لاحظ، هذه الشخصية لن تستطيع أن تكون شخصية مستقرة وتعمل على الاستقرار في البلد. بالمقابل عندك السيد زيباري. السيد زيباري كوزير خارجية العراقية هو أول من سعى وخطى الخطوات الأخرى في العودة بالعراق إلى محيطه العربي، ويعني عراقيته مشهودة له. من هنا بتصوري السيد هشام زيباري الشخص المستقر.